هذول اثنين اصدقاء من الطفولة متفقين اثنين وحاطين عهد بين بعضهم انهم اللي تخرجوا من الجامعة يبرون بامهاتهم وكل واحد يحجب امه. حصل المنى ما شاء الله وتخرجوا من الجامعة الشباب وجمعوا عدى الحج. المهم تواعد بمكة، واحد منهم شايل عجوزه على ظهره، الثاني هناك قزة خويه بس ما بعجوز معه. استغرب ذا، راح الخويه يسأله أولو عبد العزيز، هذا اللي شايل عجوزه، أولو عبد العزيز وين الوالدة ابن الحلال؟ من المتفقين تخرجنا من الجامعة نبر بأمهات نحجبهم، وين العجوز وين أمك؟ يا ابن الحلال تغيرت الظروف، ابن الحلال تغيرت. أولا وهذه أمي معي. أي يا ولدي الله يجزاه خير، ولادي بار بي وحاجم بي الله يجزاه الجنة. بس تغيرت الظروف ابن الحلال، ما قدرت أجيب عجوزي أنا. وراه ما قدرت تجيب العجوز، سلامات مريضة. لا يا ابن الحلال، عاد العجوز تسمع، لا يا ابن الحلال، بس الوالدة الله يحفظها خيرته بين الزواج وبين الحج، والوالدة اخترت الزواج وزوجته. العجوز يوم سمعت الموضوع أمير تغير وتنقر وتحقد على ولدها. نزلني، جالك المرض يفقد سبدك، نزلني انت وجهك وجه بر، اللي يشوف وجهك يشوف بر، والله ما وراك بر، بس نزلني نزلني. العجوز تبي العرس مسكينه.